بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. هنتكلم عن الكويري بيلدر، والنهاردة تاني درس أو تاني محاضرة في الكويري بيلدر. طبعا لو احنا عملنا الكرييت عندنا في الكويري بيلدر، طبعا احنا هنا مش هنستخدم الموديل، مش هنستخدم نظام ال MVC اللي هو هنستغنى عن الموديل، لان احنا في الاليكوانت كنا بنستخدم الموديل، وكان الموديل ضروري جدا عشان تقدر تمرر الفاليديشن عندك هنا في المشروع بتاعك. فطبعا هنا مفيش فاليديشن ومفيش مفيش موديل، لان احنا بنستخدم الكلاس اللي هو الدي بي دي كويري بيلدر على طول. فده بيسهل لك الموضوع ان انت تقدر تعمل انسيرت في الداتابيس. طيب احنا اللي محتاجينه عشان نقدر ان احنا نستخدم الكيرو بيلدر، بنستخدم في الداتابيس اللي هو المايجريشن. بننشئ جدول عندنا في المايجريشن، اي جدول انت عايزه باي اسم بتنشئه، الى جانب انت بتستخدم الكنترولر اللي هيقدر ينشئ عن طريقه او نعمل انسيرت عن طريقه في الداتابيس. طيب احنا هندي مثال بسيط على مثلا على البروديكت، لان احنا في المشروع ده اللي هو مشروع الداتابيس احنا كنا بنتكلم فيه عن الالكوانت والريليشن شيب والعلاقات في المحاضرات السابقه. فاحنا طبعا في الكوري بيلدر مش هنستخدم الكلام ده كله، مش هنستخدم الموديل ولا مش هنستخدم نظام الام في سي. طيب محتاجين ننشئ جدول للبروديكت، هنقول له كريت Predictors underscore table. سوري يا جماعة، بس ناخد المسار بتاع المشروع، احنا لسه ما خدناش المسار بتاعه. كده لو رحنا على المايجريشن بتاعنا هنلاقي انشأ لنا الجدول بتاعنا بتاع البروديكت. طيب احنا هنا في الجدول محتاجين ايه؟ في الجدول ده محتاجين ولو يكن 2 كولوم، table of مثلا نخلي string من نوع string، ونخلي name product. تاني كولم table of
الديسكريبشن بتاع البروديكت ده. تمام. طيب احنا عايزين ننشئ الكنترولر. احنا كده عملنا المايجريشن. طب هو لسه ما اتنشأش طبعا في الداتابيز، لان احنا نديله امر ان هو ينشئه في الداتابيز. PHP Artisan Migrate هو كده انشاؤه في الداتابيس. لو رحنا الداتابيس بتاعتنا ونعملنا فريش، ادي الداتابيس بتاعتنا، ادي البروديكت، ادي النيم والديسكريبشن. تمام. هننشئ بس عندنا ننشئ عندنا الكنترولر. PHP Artisan PHP Artisan Meek underscore controller. هنسمي الكنترولر برو بروديكت، ولو عايز تعمله من نوع ريسورس خليه من نوع ريسورس. نقول له اوكي. كده انشأ لنا الكنترولر عندنا. ادي بروديكت كنترولر. معلش احنا نسينا نكتب كنترولر عشان نقدر نميزه، فهنعمله ديليت وننشئه من الأول جديد. معلش يا جماعة. تمام كده. نروح كده انشأ لنا عندنا البروديكت كنترولر، وعندنا الجدول اللي هو بيعمل عندنا الخاص بالبروديكت. تمام. كده على ما اعتقد الموضوع جاهز ان احنا نعمل كريت على طول في الداتابيس. طيب المفروض ان احنا عشان نعمل كريت فاحنا لازم نرجع لصفحة فيو. تمام. يعني هنقول له في صفحة الكريت دي ريتير فيو، ريتيرن فيو ديت اللي هي هنقول له الصفحة هتكون اسمها الفولدر هيكون برو بروديكت مثلا دوت كريت. طيب احنا يا ترى عندنا المسار ده في الفيو في الريسورس؟ لا لسه احنا ما انشأناهوش. فهنروح الريسورس فيو،
وهننشئ فولدر جديد اسمه بروديكت. والبروديكت هيكون جواه فايل اللي هو خاص بالكريت، كريت دوت بنيت دوت بي اتش بي. لو رحت هنا الكنترولر هتلاقي خد المسار بتاعك، وهنروح في الراوت ادي الراوتات بتاعتنا، وهنقول له بروديكت بروديكتس تمام، والكنترولر هيكون بروديكت. ونعمل له امبورت عندنا ونسيف. يبقى احنا كده عندنا صفحة خاصة بالبروديكت عندنا في الفيو. ولو رحنا زرناها كده في عندنا في الابليكيشن، يبقى نكتب برو بروجكتس ونقول له اوكي. مش موجودة طبعا صفحة لسه احنا ما انشأناهاش، فجاب لك صفحة فاضية. طيب سلاش سلاش كريت برضو فاضية لان احنا لسه ما عملناش فيها حاجة تمام. فطبعا احنا هنروح ننشئ في صفحة الكريت اللي هي دوت بليد، وناخد فورمه كده من الفورم اللي احنا عندنا عشان بس ما نطولش وقت الفيديو. ولو يكن من هنا هنسميها create project مثلا، create project. والراوت اللي هيروح طبعا الراوتات دي لسه مش موجودة، فطبعا ممكن يطلع لنا error. وده طبعا هيكون النيم. وهنا خاص بالديسكريبشن اللي هو هنا ده description.
دي كده الفورم بتاعتنا اللي هنستخدمها ان شاء الله في صفحة الكريت. تمام، يعني احنا لو رحنا كده صفحة لو عملنا ريفريش، طبعا يقول لك الراوت ده مش موجود، اللي احنا ده مش موجود، فاحنا ممكن نعمل له كومنت كده دي صفحة الكريب بتاعتنا، صفحة بسيطة كريب بروديكت. طبعا فيما بعد هنكتب اسم البروديكت والوصف بتاعه ديسكريبشن ونقول له سيف، وهي راح يبعتها للداتابيس.